تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع ما قيل إنها وثيقة تظهر حجم مكافآت لإعلاميين في قناة الجزيرة القطرية، ما أثار جدلا وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لاحتواء الوثيقة على أخطاء تثبت أنها مزورة، كأخطاء في أسماء المذيعين وفي مجموع أرقام المكافآت. الإعلامية في شبكة الجزيرة علا الفارس نشرت صورة الكتاب المتداول عبر صفحتها في تويتر، معلقة عليها بشكل ساخر: مساء الدولارات، عاد توقعت تكون مكافأتي أنا بالذات مليون وفوق، إن شاء الله في 2020 أجتهد أكثر. الإعلامي ومذيع قناة الجزيرة نديم الملاح أيضا علق على الموضوع من خلال هذا الفيديو عبر صفحته في فيسبوك. طالعة حول مكافآت بعض موظفي قناة الجزيرة. أولا كل اللي أرسلها، وأنا اللي استفزني بحكي حتى اللي شفته بعض المواقع في الأردن، موقع إعلامي يا أخي ما بتدقق في المادة اللي بتجيك أو الواتساب اللي بوصلك، صارت واتساب هو مصدرك. يعني أول شيء لو إجيت جمعتوا الأرقام اللي حاطينها بموضوع المكافآت حسابيا غلط، يعني المجموع غلط، هو حاط 1,850,000، هو المجموع 1,750,000، أول شيء بيعرفش يحسب، يعني ما حتى كالكوليتر مش ماسكها. تاني شيء في شغلات كتير يمكن بهذيك أمور يمكن نوعا ما خاصة في الجزيرة، يعني احنا ما عنا شيء اسمه مدير عام، ما في شيء عنا اسمه الإدارة العامة، ما بنطلق في العنوان تحت البريدي نقول بناية الجزيرة، هذا أصلا مصطلح مش موجود بالخليج أصلا، ورقم البريد محطوط غلط، والتوقيع غلط، والأسامي يعني بعضها غلط. فأنا مش فارق، الناس أوكي بترسل وبقول بترسل عن علم ودون علم، يعني بتتسرع، بس مواقع إعلامية، طب ما دققت في الأرقام يا أخي، جرب يحسبهم شوف الزلمة أصلا بيعرف يحسب ولا لا. مش معقول يعني مؤسسة بحجم الجزيرة المحاسب مش عارف يجمع 4+4. يعني على كل حال أنا مش ناطق باسم الجزيرة ولا مخول بالنطق، بس الموضوع كثير سفزني قد ما عم ببعتولي على الخاص سواء واتساب وعلى الانستغرام.